بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الطلبة، سندرس في هذه الشريحة حل بعض أسئلة الاختبارات عن الوحدة الثانية، لنبدأ بسؤال الاختبار الأول كان use Gauss elimination method to estimate the solution of the following system of linear equations. حل جملة معادلة التالية باستخدام طريقة جاوس إليمينيشن إذا هنا في هذا السؤال لم يطلب مني بارتشال إذا وبالتالي أحل عادي دون أي تبديل إذا لنأخذ المصفوفة الموسعة مصفوفة الأمثال هي واحد واحد سالب واحد سالب ثلاثة ثلاثة واحد 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 سالب ثلاثة أربعة واحد واحد هذه هي ولنجري عملية التحويلات الأولية على أسطر هذه المصفوفة لو وجدنا هنا واحد إذا لنضرب السطر الأول بثلاثة ولنطرحه من السطر الثاني لنضرب السطر الأول بتلاتة. إذا ستصبح معي ثلاثة في واحد ثلاثة غير إشارة سالب ثلاثة موجب ثلاثة يساوي إلى الصفر إذا هذه هي وهكذا ثلاثة في واحد تلاتة غير إشارة صار سالب ثلاثة موجب واحد صار سالب اثنين وهكذا فنحصل على هذه الآن نريد أن نجعل هذا بصفر لنضرب السطر الأول بثلاثة ونضيفه إلى السطر الثالث فنحصل على هذا صفر الآن نأتي إلى السطر الثاني لنضرب هذا بهذا في سبعة وهذا لنضربه باثنين ولنجمعهم طرفا إلى طرف فنحصل على هذه الحلقة واضح أن المصفوفة تحولت أو المصفوفة تحولت إلى مصفوفة مثلثية عليا من هنا بالخطوات التراجعية ونضع 24 زد يساوي إلى 50 وخمسين ومنه الزد إيش تساوي؟ الزد تساوي إلى 2.25 من المعادلة الثانية سالب 2 واي زائد 4 زد يساوي إلى العشرة ومنه سالب اتنين واي يساوي الى عشرة ناقص اربعة الزد وبالتالي يساوي الى عشرة ناقص اربعة الزد هي اتنين فاصل خمسة وعشرين الان ومنه الواي تساوي سالب نصف مضروبة بعشرة ناقص اربعة في اتنين فاصل عشرين خمسة وعشرين وهذا ما هو الا يساوي الى سالب نصف الان نعرف الاكس والواي y الواي والزد لنحسب الاكس X؟ الاكس X هي عباره من المعادله الاولى تكتب بالشكل من السطر الاول نستطيع ان نكتبها اكس ناقص 2 واي ناقص 3 زد يساوي الى الصفر والاكس ناقص 2 في سالب نصف ناقص خمسة في اتنين فاصل عشرين خمسة وعشرين يساوي إلى صفر لنحسب هذه بالآلة الحاسبة وننقل للطرف الثاني فنحصل على الإكس يساوي سالب ربع وهو المطلوب هذا سؤال كان عن Gauss elimination لنأخذ الآن عن جاكوبي إذن لنأخذ سؤال اختبار التالي use Jacobian iteration methods alternative methods iterative method to estimate the solution of the following system of linear equation use x for y for z for here واحد 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 as initial approximation and perform only three iterations اذا هنا عيطيني شعاع البدء لو ما كان عيطيني يعني اياه نحن قلنا في النظر بناخذ الشعاع الصفري الان سنتحقق اذا كانت الجمله متقاربه عند اذا ممكن انطلق من اي شعاع وبالتالي فانطلق من الشعاع اي ويريد هنا فقط ثلاثه تقريبات الان لو جينا نتحقق من الشرط لوجدنا لو ان الشرط غير محقق هنا بالنسبه لهذه الجمله ليش لانه واحد ليس اكبر من 2 زائد خمسة. وبالتالي نحتاج الى عمليه مبادله لان اللي ليبحث اللي عن الماكسيموم في هذا العمود نرى ان الخامسه هو الماكسيموم ولذلك لاجري عمليه المبادله بين السطر الاول والسطر الثالث إذا لو أجرينا هذه المبادلة الآن لنتحقق من الشرط هل هو محقق ولا لا هل أي واحد واحد أكبر من أي واحد اثنين زائد أي واحد ثلاثة هل أي اثنين اثنين أكبر من أي واحد اثنين زائد أي اثنين ثلاثة هل أي ثلاثة ثلاثة أكبر من أي واحد واحد زائد أي واحد اثنين ثلاثة واحد، لنتحقق من هذا الشرط. لنضع هنا واضح إنه الخمسة أكبر من اثنين زائد واحد، اللي هي ثلاثة. الأربعة أكبر من واحد زائد اثنين، اللي هي ثلاثة. الخمسة هي أكبر من واحد زائد اثنين. اذا تحقق الشرط. الشرط محقق وبالتالي فالجملة متقاربة. وأستطيع البدء من أي من أي من أي شعاع ابتدائي. الآن من المعادلة الأولى لأحسب الإكس. لأحسب الـ x ماذا تساوي بنقل 2 y والـ z إلى الطرف الثاني وبقسم على 5 بصير معي 5 مضروب 12 ناقص 2 y زائد ناقص z إذن هذه والـ y i كذلك الأمر والـ z i كذلك الأمر ثم أركب عدادات ويريد الآي أن تسير هو يريد 0, 1, 2, 1, 2, 3 اتيريشن صفر واحد اثنين واحد ثلاثة إذا هذه ثلاث تكرارات نعوض في هذه العلاقة الواي بواحد والزد بواحد الواي بواحد والزد بواحد الواي بواحد والزد بواحد فنحصل على الإكس والواي والزد الأولى في التكرار الأول هذه الأعداد اللي حصلنا عليها نعود ونعوضها هنا فنحصل على التكرار الثاني ثم نعوضها مرة أخرى فنحصل على التكرار الثالث والسلام عليكم ورحمة الله الآن ننتقل إلى السؤال الثالث إذا أخذنا سؤال عن غوس وسؤال عن جاكوبي لنأخذ الآن عن غوس زايدل إذا find the first three iterations إذن هنا بالنص يقول لك بدي ثلاث تكرارات of the following system يوزنج ويحتاج يعطيني الشعاع الابتدائي هو الشعاع الصفري طبعا هنا الان لو اخذنا هذه الجمله وتحققنا من هل هي متقاربه واضح انه الواحد ليس اكبر من 3 زائد 12 اذا نحتاج الى اعاده ترتيب لهذه المعادلات نرى في العمود الاول اي هو الاعظم واضح انه هو الاربعه اذا وبالتالي اجري عمليه مبادله بين السطر المعادله الثالثه والمعادله الاولى لو أجرينا هذه المبادلة لحصلنا على هذه الجملة لنتحقق الآن من الشرط أن الأي واحد واحد أكبر من أي واحد ناقص الأي واحد واحد هي أربعة أكبر من واحد زائد واحد السبعة أكبر من اثنين زائد واحد عشر أكبر من واحد زائد ثلاثة إذا هذا هي الشروط طبعا على هذه الشروط في الاختبار يضعون عادة درجتين على التحقق فقط من الشروط الآن. من المعادلة الأولى يمكن أن أحسب الإكس إذا لو نقلنا الإكس ماذا تساوي تساوي إلى الإكس تساوي إلى ثلاثة سالب واي زائد زد إذا نقلنا الواي والزد للطرف الثاني ومنقسمة على أربعة إذا هي الربع الواي من المعادلة الثانية هي منقسمة على سبعة ومننقل بقية للطرف الثاني 19 ناقص 2 x ناقص z والزد من المعادلة الثالثة 1 على 12 و 31 ناقص x زائد 3 y إذا هذه الآن نركب العدادات هنا قلنا k زائد 1 k زائد 1 وهنا k زائد 1 هنا الخطوة k الخطوة k هنا هذا انحسب وبالتالي ناخذه من الخطوه اللي قبله هاي كا زائد واحد هذا غير محسوب من الخطوة كا هذا محسوب نحط عليه كا زائد واحد هذا محسوب ايضا نحط عليه من الخطوه كا زائد واحد فنحصل عليها الان نعوض بالشعاع الابتدائي فنحصل على القيم اذا هذه هي اذا هنا من الخطوة I زائد واحد هنا من الخطوة I هون من الخطوة I زائد واحد هون الاكس انحسبت اذا نأخذها من الخطوة اللي قبلها الزد لم تحسب ناخذها من القديمة هون الاكس والواي انحسب انحسبوا من هي اذا الاتيريشن الاول هو عيطني 0 صفر, صفر 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 الام الايتيريشن الثاني بنعوض هون بصفر وصفر نحصل على الاكس بنجي نحصل على الواي بنعوض هون القيمه اللي طلعت معنا هون اللي هي عباره عن 0.75 اما هنا فنعوض بالصفر فبطلع معي هذه القيمه الان بنعوض هذه ب 0.75 وهذه ب 2.5 فنحصل على القيمه الثالثه اذا حصلنا على الايتيريشن الثالث من ايضا الإتيريشن الثالث نعم نعوض الاكس والواي هنا في 0.75 2.5 فنحصل على 0.915 ونعوض هون الزد ب 3 فاصلة وأما الإكس فنعوضها في 0.75 فنحصل على 2.045 أما هنا فنعوض الإكس ب 0.915 وهنا نعوض الواي ب 2.045 فنحصل على الزد اللي هي 3.085 نكرر نفس العملية بالنسبة لهذا الشعاع نعوض هنا الواي والزد الواي والزد في هذه الواي ال وهذه الزد نعوضها هون فنحصل على الاكس اللي هي 1.01 واحد الآن نعوض الاكسون 1.01 اما الزد فنعوضها 3.085 فنحصل على 1.3985، 985 والزد نعوض هنا 1.01 وهنا 1.985 فنحصل على الزد، على كل خطوه ايتيريشن من هذه الخطوات عليها درجه في سلم التصحيح و ينتهي المثال الان ممكن اخذ مثال اخر لاهميه هذه الطريقه مثلا حل الجملة الثالثة بواسطة جوز elimination اذا هنا يريد the first ايضا three iteration اذا اعطيني هذه المساله لو تحققنا هل الشرط محقق لا لا أربعة أكبر من واحد السبعة أكبر من اثنين زائد واحد اثناش أكبر إذن هذه محققة وجاهزة من هنا منطلع الإكس من هنا منطلع الواي من هنا منطلع الزيت فنحصل على ونركب عدادات نحصل على هذه ثم نعوض في الشعاع الصفري وبعدها نعوض أولا بالشعاع الصفري ثم ببقية الأشعة لو نظرنا لنا أن هذا المثال جاء في الاختبار هو نفسه المثال اللي قبله اللي جاي في الاختبار اللي قبل ولكن هناك كان يحتاج إلى ترتيب وهنا لا يحتاج إلى ترتيب حتى نفس القيم اللي طالعة معنا تقريبا الآن ننتقل إلى مثال أخير عن البحث أو الثاني اللي هو Apply نيوتن Method to solve the following iteration Uh, non linear system 1 iteration with x 0 يساوي 0 and y 0 يساوي الي الواحد ال1 إذا طبق طريقة نيوتن لحل جملة معادلات غير خطية ويحتاج إلى اتريشن uh, واحد تقريبا واحد فقط الجملة هي عبارة عن هذه سنحلها بطريقة المصفوفات لأن الطالب uh, معتاد على هذه الطريقة إن الـ fx هو عبارة عن هذا بهذا الآن الجاكوبي لنشتق هذه بالنسبة لإكس هي 2 إكس، لنشتقها بالنسبة لواي هي 2 واي، لنشتق المعادلة الثانية بالنسبة لإكس هي عبارة عن واي، لنشتقها بالنسبة لواي هي عبارة عن إكس، إذا هذا هو الجاكوبي، الآن المصفوفة العكسية للجاكوبي ما هو إلا واحد على المحدد ما هو المحدد اللي هو اثنين إكس ضرب إكس ناقص اثنين واي ضرب واي إذا هي اثنين إكس ضرب إكس اللي هي اثنين إكس تربيع ناقص اثنين واي ضرب واي هي اثنين واي تربيع مضروبة ب الآن المقلوب نبدل عناصر القطر الرئيسي هي بدلنا عناصر القطر الرئيسي ونغير الإشارات هنا غيرنا إذا فنحصل على المقلوب الآن الشعاع اللي يعطيني شعاع أنطلق منه هو صفر واحد، إذا ولذلك أضعه هنا هو صفر واحد، الدستور التقريب الأول هو التقريب الصفر الناقص اليعقوبي في النقطة إكس صفر، مقلوبه بإف إكس صفر، لنحسب الإف إكس صفر، ثم نحسب اليعقوبي، ثم نحسب الجداء. الإف إكس صفر لو عوضناها هنا، لو عوضنا عن الإكس بصفر والواي بواحد لوجدنا صفر. واحد راح ثلاثة إذا هي سالب ثلاثة هي سالب ثلاثة هون صفر ضرب واي صفر ناقص واحد هي ناقص واحد إذا هذه الاف إكس صفر اليعقوبي في الصفر لو جينا لهون عوضنا بالصفر والواحد هي صفر إذا هي صفر واحد طلع معي سالب نص هي سالب نص لو عوضنا هي صفر هي سالب اتنين هي سالب واحد هي صفر اذا هذه هي المعكوسه الان لو عملنا حاصل الجداء ووضعنا الشعاع الصفر اللي يعطيني وبالتالي الان ناتي الى ضرب المصفوفات نضرب هذه المصفوفة في هذه المصفوفة السطر الأول في العمود الأول السطر الثاني في العمود الثاني إذا هنا نحصل على أي صفر واحد زائد نصف الآن ما هو حاصل جدا صفر ضرب سالب ثلاثة هو صفر سالب اتنين ضرب سالب واحد زائد اتنين هذا عنصر أول سالب واحد في سالب ثلاثة هي ثلاثة زائد صفر بسالب واحد هي صفر إذا وهذا يساوي إلى صفر واحد زائد الآن صفر زائد اتنين اثنين تقسيم اثنين إذا هي اثنين تقسيم اثنين

واي واحد التقريب الأول إذا الاكس هي واحد الإكس واحد هي واحد والواي واحد هي خمسة على اثنين اللي هي اثنين ونص لنأخذ مثال آخر على نيوتن ميساتس أيضا سؤال اختبار Find the first one First one بس بده 1 iteration بطريقة نيوتن ميثودز لحل جملة معادلات غير خطية من هذا الشكل علما أنه الـ x0 والـ y0 هو هذه الآن ما هو الاف اكس الاف اكس هو هاد وهاد ضروري ان يكون هنا الطرف الايمن في هذه العلاقة اصفار لو لم يكن اصفار بننقله للطرف الثاني بننقل للطرف الثاني حتى يصبح معنا صفر اذا هذه الخطوة عليها نصف درجة في سلم الجاكوبي مشتق هذا بالنسبة لإكس مشتق هذه 3 اكس تربيع مشتق هذه واي وهذا مشتق صفر هذا مشتق بالنسبة لإكس مشتق بالنسبة لواي هو اكس مشتق هذه بالنسبة لإكس هو وثلاثة واي تربيع مشتق بالنسبة لواي هو واحد زائد ستة إكس بواي هذا هو اليعقوبي المقلوب اليعقوبي هو أولا واحد على محدد هذه المصفوفة هو هذا ضرب هذا هذا المقدار هو حاصل ضرب هات في هاد ناقص هات في هات هذا اللي حطيناه هون مضروب ب نبدل الطرفين قلنا ونغير إشارة الوسطين عند إذن ان هذه الكتابه اللي هذه المصفوفه عليها درجه ونصف، الان ننطلق من الشعاع الابتدائي والدستور هو هذا عليه درجه في سلم التصحيح، الان اذا عوضنا الاف اكس صفر هذه الاف اكس اذا عوضناها بالاكس بواحد ونصف والواي بثلاثه ونصف هنا لحصلنا على هذا الشعاع، ايضا هنا لو عوضنا في هذه العلاقه الاكس بواحد ونص والواي بثلاثة ونص لحصلنا على هذه العلاقة الآن إذا وضعناها في الدستور لحصلنا على هذه العلاقة وإذا حسننا هذه العلاقة ضربنا نصفه في هذه ونصفه في هذا وجمعنا هذا إلى هذا كما فعلنا في التمرين السابق لحصلنا على قيمة الإكس والقيمة الواي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته